لليوم الثاني على التوالي من امتحان صيفية التوجيه، أبدى طلاب التوجيه ارتياحهم على المستوى الأسئلة ومراعاتها مستويات الطلبة المختلفة، ويتقدم لامتحان الثانوية العامة في دورتها الصيفية للعام الحالي لعام 2016 بمشاركة 127,874 طالبا وطالبة في كافة الفروع الأكاديمية والمهنية. امتحان كان ثقافة إسلامية مستوى ثالث، كان الحمد لله كثير سهل. الإجراءات داخل لا في نظام، فيش غش وكل شيء تمام. في إجراءات بوليسية كفية؟ لا 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 كله تمام كان. يعني كان يعني في هناك راحة بالأثناء؟ راحة الحمد لله، المراقبين ما كانوش شديدين أو إشي وخلونا نرتاح بالقاعة. ماشي كله زي ما بدأ، كله منيح يعني، كله امتحان سهل ومراقبين تمام وبتقدم عادي ما فيش مشكلة. ثقافة إسلامية لا كويس، والوقت ممتاز وكل شيء تمام. والإجراءات داخل القاعة المراقبين كله تمام الحمد لله، والله امتحان تمام وبراعي كل الظروف، براعي كل الطلاب، ويعني امتحان براعي كل الأسئلة وسهل يعني بشمل كل الطلاب. في أسئلة يعني شوية يعني في كم سؤال يعني، بس انه من خارج المنهاج مش كله من ضمن المنهاج، وكثير سهل يعني، يعني اللي دارس بفلل فيه بسهوله يعني. اجراءات الداخل هذا كله كثير منظمه، تنظيم رائع ومراقبين احسن من، يعني تنظيم رائع من الوزاره. والله سهل ما في ولا تعقيد ولا شيء، كله مباشر. اجراءات المراقبين دقه الراحه النفسيه في يعني زي 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 امتحانات القبل يعني، كله نفس بعض فش نفس الشيء. الله وانت كيف وضعك؟ والله تمام الحمد لله. يعني قديش قدمت تقريبا؟ يعني وسط. كيف شايف الاجراءات داخل القاعة؟ مش كثير، بخوفونا كثير جوا. والله في يعني ضغط؟ في ضغط كثير، ممنوع نلف وجهنا ورا يا زلمه، ممنوع نعمل شيء. كيفك؟ والله الحمد لله تمام. كيف كان الامتحان؟ كيف والله انا بس عندي تعليق واحد، انه يعني يوم واحد ما بكفيش لماده زي ماده الدين، يعني 32 درس هذول يعني ما بكفيش يعني، يعني الواحد بيقدر يجيب علامه احسن من هيك بس ما بيقدرش يعني، فيش وقت يعني. هذا ضخمه كثير. هذا اكبر عائق كان عنده. والوقت والاجراءات داخل والله الاجراءات منيحه، بس انا شغله بس يعني امتحان زي كتاب دين 32 درس حرام ينحط له نص يوم يعني. انا راجع من امتحان امبارح ما قدرتش اخلص الماده. والله ما خلصنا شيء. شو رايك اخر واحد؟ تمام الاجراءات تمام، وبس ما في وقت، وجدتك الله فينا لانه اكلنا هواء فيش وقت، ولو عنده حدا كان ما عمل هيك يعني، اعتبرنا اولاده. هذا وقررت وزارة التربية والتعليم تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة لمتابعة إجراء سير الامتحانات ولمتابعة مجريات الامتحان واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من قاعة الامتحان والمجتمع المحلي. حازم السردي، الحقيقة الدولية.